بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس ده هشرح ازاي نعمل تهشير. اول حاجة التهشير لازم يتم في مساحة مغلقة. يعني مساحة مغلقة يعني مثلا لو رسمنا زي مستطيل كده مقفول من كل الجوانب بتاعته، دي هي المساحة المغلقة. يعني مينفعش يكون في فتحة هنا في الجنب ده او فتحة في الجنب ده، لازم المستطيل يبقى يكون مقفول كويس، او اي شكل عايزين نعمله تهشير لازم يكون متقفل كويس. لما نحب نعمل التهشير ممكن نعمل التهشير من هنا، امر التهشير نضغط هنا كده اللي هو هاتش، هيجيب لنا النافذة دي. ممكن نضغط على اد بيت بوينت ونضغط في نص المساحة مثلا او في اي مكان في المساحة المغلقة اللي عايزين نعمل لها تهشير، نضغط هنا مثلا. اول ما نضغط هيجيب لنا النافذة تاني، نضغط انتر كده هو حدد المساحة المغلقة اللي هيعمل لها تهشير. عايزين نختار نوع التهشير، هنضغط من هنا ونختار الشكل المناسب للتهشير. نجرب ده كده، نضغط اوكي ونعمل بريفيو. نلاحظ ان شكل التهشير ظهر هنا. عايزين نغير شكل التهشير، وليكن مثلا نغير دي، نعمل بريفيو. نعمل بريفيو برضو. التهشير هنا ظاهر كبير، فعشان نصغره لازم نقلل السكيل من هنا كده، ممكن نخليه ربع. نعمل بريفيو، نلاحظ ان التفاصيل بتاعت التهشير ظهرت. عايزين نصغره كمان، ممكن احنا ندخل قيمة معينة يعني بوينت واحد، نعمل بريفيو قيمته اصغر وهكذا. لو عايزين نخلي التهشير مايل نغير الزاوية ولتكن مثلا 30 درجة، بريفيو، نلاحظ ان شكل الميل هنا اتغير. خمسة واربعين مثلا، بريفيو، الزاوية اتغيرت، نخليه صفر الوضع الافتراضي بتاعه ونعمل بريفيو. نحب نغير شكل التهشير ونختار شكل تاني، ممكن مثلا نختار حاجة زي كده. نعمل بريفيو، نحاول نكبر السكيل شوية عشان التفاصيل تظهر. عملية تكبير وتصغير السكيل عملية نسبية بتختلف حسب نوع التهشير او شكل التهشير. بريفيو، نكبره ونخليه مثلا 2. بريفيو، نكتب احنا هنا مثلا 3. بريفيو، نلاحظ ان شكل خطوط التهشير بقت اوضح. عايزين نحفظ التهشير، نضغط اوكي. لو عايزين نغير التهشير الحالي هنضغط مرتين عليه دبل كليك، هيجيب لنا قائمة التهشير تاني. نغير الخصائص اللي احنا عايزينها، لو نغير شكل التهشير نعمل بريفيو، نشوف السكيل المناسب عشان تكون تفاصيل التهشير واضحة. نعمل واحد بريفيو، نخليها ربع بريفيو وهكذا. عايزين نغير اللون بتاع التهشير هنضغط عليه هنا كده، بعد ما نضغط اوكي هنضغط عليه ونختار اللون اللي احنا عايزينه وليكن احمر، نضغط سكيب. عايزين برضو نغير شكل الخط هنعلم عليه، لو عايزين مثلا خطوط ببلاش نختار ندرج الخط اللي احنا عايزينه ونختار نوع الخط. عايزين نغير سمك الخط هنضغط هنا وليكن مثلا كده، نلاحظ ان السمك بتاعه زاد، ده حسب الرغبة. نحدد ونعمل ديليت، نرسم مساحة مغلقة كمان ولتكن مثلا، نرسمها باللاين العادي
اهم حاجة تكون مغلقة. دلوقتي عندنا 1 2 3 4 5 خمس مساحات مغلقة. لو عايزين نفعل أمر التشفير من لوحة المفاتيح هنضغط على حرف ال H ونضغط Enter اختصار ليه. في هنا Add Big Point اللي هي بنضغط في المساحة المغلقة، نضغط هنا كده حدد المساحة ديت، وممكن نضغط هنا برضو وهنا وهنا وهنا. بعد لما نخلص ضغط هنضغط Enter ونبدأ نختار شكل التشفير المناسب، ممكن ده مثلا، ونعمل بريفيو. فكده عمل التشفير. عايزين نحفظه هنضغط انتر واوكي. لو عايزين نتحكم في الخصائص بتاع التشفير زي اللون نضغط هنا مثلا ونختار لون التشفير. عايزين نلغي التشفير هنضغط هنا برضو ونعمل ديليت. برضه في طريقة تانية للتشفير، نضغط H نضغط Enter. في هنا Add Selected Object يعني احنا هنختار الأضلاع بتاعة المساحة المغلقة، نضغط مثلا على الضلع ده الضلع ده والضلع ده الضلع ده وهكذا، ونضغط Enter ونعمل Preview. عمل التشفير. نضغط انتر عشان نثبته، ديليت عشان نلغي التشفير. نيجي مثلا نرسم حاجة زي كده، نضغط انتر. عايزين نعمل هاتش اتش اد سيلكتد اوبجكت، نختار اضلاع ونضغط انتر. لو عملنا بريفيو نضغط انتر نيجي نعمل تشفير بأد بيج بوينت، ونيجي نضغط في النص هيقول لي هنا المساحة المغلقة، المساحة اللي انت عايز تهشر فيها مش مغلقة، ان كلوزد من الدايرتين الحمر دول. هنضغط كلوز ونطلع اسكيب، نقفل التشفير ونيجي نقفل المساحة المغلقة دي، نضغط انتر برضو هنا كده لسه في مساحة لسه ما اتقفلتش، نضغط اسكيب كنسل نقفل المساحة دي، نضغط اسكيب كده اتقفلت. حرف ال H و انتر اد بيج بوينت وفي النص كده المساحة مقفولة. نضغط انتر نختار نوع التهشير ريفيو انتر عشان نثبت التهشير. كده التهشير يكون خلص، نعلم عليه ونعمل ديليت. في حاجة تانية زي التهشير اسمها جريدنت او التدرج اللوني، نضغط جريدنت نفس التهشير برضه بالظبط هيقول، بس الفرق بين التهشير هيكون الوان. اد بيج بوينت نختار برضه في النص هنا، نضغط انتر نختار التدرج اللوني اللي احنا عايزينه، نعمل بريفيو عايزين نثبته نضغط انتر، نغير الخصائص بتاعته دبل كليك عليه هيفتح لنا نفس الجريدنت. ممكن هنا نختار الالوان من هنا مثلا فبيعمل التدرج اللون اللي احنا عايزينه. ممكن نتحكم في التدرج اللونين مع بعض من هنا، ممكن نختار تو كلر ونختار مثلا اللون الاصفر مع لون تاني وليكن احمر.
وهكذا. نختار في التدرج ونعمل بريفيو اون كلر، ونختار اللون اللي احنا عايزينه. في 3 أنظمة للألوان هنا حسب رغبة المستخدم أو حسب الرسمة، اللون اللي انت عايزه ليها. نضغط اوكي، تختار شكل التدرج من الغامق للفاتح، تعمل بريفيو. عايز تعمل ميل بزاوية وليكن 30، نفس التشكيل بالظبط، بريفيو فيها ميل. عايز تروح على قائمة هاتش من هنا برضو، التهشير العادي، وقائمة جريدنت من هنا، نعمل اوكي. كده التهشير والجريدنت يكون خلص، نعلم على ده ونعمل ديليت. مثال على التهشير، نيجي نرسم مثلا تهشير الاي بيم، نرسم مثلا 4 هنا العرض، نضغط انتر. هنعمل لده اوفست، نضغط على حرف الاو انتر، اوفست بمقدار 0.2، نضغط هنا، نطلع من الامر سكيب، نقفل دي انتر، من تحت برضو نقفلها ونضغط انتر. نيجي فوق النص شوية، مثلا يبقى 0.3، ونرسم خط طوله 6 أو 5، ونضغط انتر انتر. نعمل اوفست للخط ده او انتر، ندخل 0.6 عشان احنا عملنا 0.3 من بعد المركز بتاع الخط ده، فعشان نعمل اوفست 0.3 كمان يبقى هنضربها في 2 تبقى 0.6، ونضغط انتر وهكذا. نطلع من الامر، نلاحظ ان المركز بتاع الخط اهو، فوق هنا 0.3 وتحت 0.3. عايز تقيس الطول، نضغط دي اي دايمنشن او ديستانس 0.6، اسكيب. عايزين نعمل ميرور للفلانش دي، هنحدد كده. عايزين نلغي التحديد، هنضغط على شيفت مع الخط اللي احنا عايزين نلغي التحديد، يبقى شيفت مع الخط الاولاني وشيفت والخط ده، يعني نضغط بالماوس مع شيفت شيفت ونضغط بالماوس، نعمل ميرور من عند المنتصف هنا، نتحرك فوق ونضغط انتر، نطلع من الامر نضغط سكيب، نعمل تريمات. تي ار، نضغط انتر وانتر كمان، نقطع ده ونقطع ده، كده شكل الاي بي. نضغط نطلع من الامر نضغط سكيب. عايزين نعمل التهشير بتاع الاي بي، التهشير بتاع الاي بي فوق فراغ وعلى الشمال بيكون فراغ. نحاول نرسم كده فوق، نعمل مساحة مغلقة، فهنضغط هنا كده وننزل 0.1 ونمشي لحد هنا كده، المسافة دي اللي هي 5، ونطلع فوق 0.1، نضغط انتر. كده عملنا أول مساحة مغلقة اللي هنسيبها فاضية. انتر. انتر. نعمل هاتش اتش، ونعمل اد بيج بوينت، ونضغط في المنتصف هنا ونضغط انتر، نختار نوع التهشير بسوليد اوكي، ونضغط بريفيو، نلاحظ ان اتعمل تهشير، نضغط انتر. نهشر الفلانج ديت، الفلانج دي نجيب اللاين العادي عشان نعمل مساحة مغلقة، ننزل مثلا 0.1 وندخل المسافة دي كده، ننزل لحد تحت، نضغط سكيب عشان نظبط دي،
امر تي ار انتر انتر كمان ونقطع دي اسكيب، يبقى جبنا تاني مساحة مغلقة اتش انتر اد بيج بوينت ونختار المساحة المغلقة دي ونضغط انتر، نوع التحشير سوليد نعمل بريفيو وانتر كده التحشير هنا. فاضل اخر مساحة مغلقة اللي هي ديت، برضو نسيب شمال وفوق، فهننزل بوينت واحد وندخل المسافة دي ونكمل نزول لتحت نضغط نختار المساحة المغلقة الأخيرة حرف ال H ونضغط انتر add big point نضغط انتر اوكي كده التحشير بتاعه خلص. نحدد الشكل نضغط delete.